للوقوف على آخر تطورات المشهد في بريطانيا بعد تولي ريشي سوناك رئاسة الوزراء في ظل تحديات تعيشها البلاد، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس. دكتور محمد، مرحبا بكم. أسبوع فقط كان كافيا لحسم حزب المحافظين أمره، واختار ريشي سوناك الذي فشل أمام ليزي تراس منذ أقل من شهرين، ولكن ما الدوافع التي جعلت المحافظين يختارون سوناك بهذه السرعة الفائقة؟ أهلا بكم ومساعديكم الكرام. أهلا دكتور، يا مرحبا. بالنسبة لترشيح ريشي سوناك، والذي هو كان سابقا في أيام وزارة بوريس جونسون وزيرا للمالية، هو اقتصادي ناجح يعتبر بالنسبة للحكومة البريطانية، فقد حل مشاكلهم أيام أزمة كوفيد 19. نعم. وهذا معروف عنه، وهذه مواقفه كانت بشكل جيد هناك، لكن حدث صراع بينه وبين بوريس جونسون، مما حدا به بتقديم استقالته من وزارة المالية وانتهى دوره. لكن بعد أن قدمت ليزا تراس التي هي بقيت في مركز رئاسة الوزراء حوالي 44 يوما، نعم، لم تنجح ولم توفق في حل مشكلة متعاظمة في الاقتصاد البريطاني، وبذلك قدمت استقالتها، ووافق حزب المحافظين على هذه الاستقالة ورشح لذلك سوناك كرئيسا للحزب، وبالوقت نفسه هذا متعارف عليه في الحكومة البريطانية، عندما يكون رئيس الحزب هو معتمد لرئاسة الوزراء، والآن مكلف هو بتشكيل حكومته الجديدة. دكتور محمد، كما تعرفون سوناك أمامه تحديات ازدادت تعقيدا طبعا في ظل الخطوات التي اتخذتها تراس في فترتها القصيرة في إدارة شؤون بريطانيا، ولكن إلى أي مدى ترى أن رئيس الوزراء الجديد قادر فعليا على حل ما أفسده جونسون وتراس وخاصة الحرب في أوكرانيا؟ أنا باعتقادي هناك صعوبات جمة سيتواجه سوناك، هذه الصعوبات هي منها الوضع الاقتصادي، وخاصة بعد خروجهم من الاتحاد الأوروبي. نعم. سبب لهم مشاكل كثيرة بالنسبة للعيد العاملة عدم توفرها، وهذا مما أدى إلى زيادة في الاستهلاك المتواجد في المجتمع البريطاني من استهلاك المواد الغذائية وكذلك المواد المجتمعية. في هذه الحالة سوناك حاول أن يطرح برنامج جديد من أجل تصعيد الاقتصاد البريطاني إلى قمة ما متواجد، هذا هو يدعي، ولكن هناك صعوبات سيواجهها، ومن هذه الصعوبات هي مسألة الحرب الأوكرانية وما نتج عنها بالنسبة للاقتصاد البريطاني. أولا زيادة أسعار الطاقة، وكذلك زيادة أسعار الغاز، مما أدى إلى أن يتحمل هذه الضريبة والمواطن البريطاني. نعم. اتخذت الحكومة البريطانية إجراء من أجل مساعدة العوائل في دعمها 400 باوند استرليني. نعم. خلال هذه الفترة من أجل أن توفر حياة لهم أفضل، ولكن هناك تاكس والضرائب القائمة والتي لا زالت على هذا المجتمع تفرض، وأجد أن هناك صعوبات جمة ستواجه سوناك في هذه القضية، منها هذه أولا نقص الأيدي العاملة المتواجدة، هي كانت متواجدة أيام التي كان فيها الاتحاد، هم جزء من الاتحاد الأوروبي، أيدي عاملة متوفرة، الآن أصبحت قليلة الأيدي العاملة.
إضافة لهذا ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز. دكتور محمد، لو فتحنا نافذة الاضطرابات السياسية التي تعصف ببريطانيا، أنتم تفضلتم وذكرتم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن هل يستطيع سوناك تحقيق استقرار سياسي قبل الاقتصادي في ظل الاضطراب الحاصل؟ طبعا منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هل باستطاعته ذلك أن يحقق استقرارا سياسيا لبريطانيا؟ أنا باعتقادي أنه من صعوبة بالمكان أن يحقق هذا الاستقرار، لأنه هو جاء من أجل تحسين الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عمليا سياسي. وهناك اعتبارات خاصة به، وهي هذه الاعتبارات أنه هو جاء من أجل أن يحسن العملة التي انهارت في أيام قليلة. كانت هذه العملة تأخذ بنظر الاعتبار الباوند الاسترليني، والآن أصبح الباوند الاسترليني أقل سعرا من الدولار نفسه. نعم. والعملات الأخرى. ولكن دكتور، ولكن هناك من يقول، طبعا على المستوى الاقتصادي وهو الملف أكثر حساسية للبريطانيين، هناك من يقول أن سوناك ليس لديه الحل السحري لخروج بريطانيا من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها. ما مدى صحة هذا القول وهذا الطرح؟ أنا ما أتفق مع هذا الرأي. نعم. لأنه فعلا هناك صعوبات جمة لا يمكن له أن يحققها بين ليلة وضحاها، وإنما هي تراكمات أدت بهذا الشكل من وضعية الاقتصاد البريطاني، وبالتالي يجب أن يتخذ قرارات مشروعة وقرارات ناضجة تخدم مصلحة المواطن البريطاني هي بالأساس، وبالتالي أن تكون هذه الأمور جادة وناضجة وبشكل تدريجي. إن وفق سوناك بهذه المهمة التي ممكن أن يصل إليها. من لندن، الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فارس، شكرا جزيلا لكم.